اعلان اللواء احمد زكي عابدين رئيس العاصمه الاداريه الجديده عن انشاء مدينه جديده او مدينه اعلام جديده في العاصمه الاداريه. يعني خسائر التلفزيون المصري، وبتكلم عن التلفزيون الحكومي فقط خلال الشهور اللي فاتت، يتجاوز 48 مليار 48 مليار جنيه خسائر في التلفزيون المصري. بتكلم هنا عن التلفزيون الحكومي، ما بتكلمش عن القنوات الخاصة اللي أيضا بتديرها الدولة والمخابرات والأجهزة السيادية في الدولة من الباطن أيضا بفلوس وأموال الشعب المصري. لكن التلفزيون المصري اللي هو تلفزيون الدولة خسائره فقط خلال الكام سنة اللي فاتوا 48 مليار جنيه، وده مش كلامي ولا كلام أستاذ هيثم ولا كلام القنوات المعارضة، ده كلام وزير الدولة للإعلام الدكتور أسامة هيكل. طلع طبعا قال الكلام ده في قاله الأول على صفحته على فيسبوك، وبعد كده قاله في البرلمان، وده بيفسر الحملة اللي بيشنها ضده إعلام السيسي على مدار الكام شهر اللي فاتت. أقول لك حاجة تانية، في دكتور اسمه الدكتور أيمن منصور ندى، أيمن منصور ندى ده رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في جامعة القاهرة، وخلال الأسبوعين اللي فاتوا نزل حوالي 7 مقالات بيتكلم فيهم عن الإعلام المصري. وصف الإعلام المصري بأنه إعلام أحمد موسى، واتكلم عن النموذج الإعلامي اللي بيقدم في مصر على أنه لا يصلح ولا يصح ولا يرتقي إلى مستوى الإعلام، ما ينفعش. ده كلام الدكتور رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في جامعة القاهرة، ما ينفعش نسمي أحمد موسى إعلامي، ولا ينفع نسمي وائل الإبراشي إعلامي، ولا الباز ولا الديهي. ده شهادة أحد المتخصصين في جامعة القاهرة، ويمكن شفنا بعد كده البيان اللي نزلته الجامعة بتتبرأ من هذا المقال، وشفنا كمان الهجمة اللي بيتعرض لها الدكتور أيمن منصور ندى من إعلامي النظام بسبب انتقاده الإعلام. إذن النموذج الإعلامي المصري ثبت فشله، سواء كان نموذج حكومي أو نموذج خاص، سواء كانت الدولة بتدفعله أو رجال الأعمال والجهات السيادية بتدفعله. تقوم انت بعد هذا الفشل، بدل ما تبحث عن بديل، لتبييض وش النظام او وش عبد الفتاح السيسي، تقوم ها يلا بينا نعمل عاصمة إدارية جديدة بنفس المنطق. عندك فشل في العاصمة الإدارية القديمة، او في العاصمة القديمة اللي هي القاهرة، او العاصمة الثانية اللي هي الإسكندرية، فشل في معظم المرافق، الدنيا بتشتي 3-4 ساعات، البلد بتغرق، النور بيقطع، الطرق متهالكة، الكباري بتقع، المواطن مش عارف يمشي في البلد، أو مش عارف يحصل على رغيف العيش، أو يلاقي مدرسة نظيفة يعلم فيها أولاده، أو مستشفى نظيفة يتعالج فيها. بدل ما عالج كل الكلام ده، لا يلا بينا نعمل عاصمة إدارية جديدة. عندنا مدينة للإنتاج الإعلامي تم افتتاحها تقريبا قبل 20 سنة، قيل وقتها إنها هوليود الشرق، وما زالت أيضا هوليود الشرق. يعني اعترف ان مدينة الانتاج الاعلامي واحدة من اعظم المدن الاعلامية المتخصصة، مش بس في الشرق الاوسط ولا في افريقيا، بل في العالم كله. طب عندك مدينة الانتاج الاعلامي واللي تكلفت مليارات من خزينة الدولة المصرية، وما زالت تعمل بكامل طاقتها، بدل ما تسيبها وتاخد الفلوس دي تحطها في تنمية المواطن، في تنمية الوطن، في رفع مستوى التعليم او مستوى الصحة. لان هروح اعمل مدينة انتاج اعلامي جديدة زي ما عملت عاصمة ادارية جديدة، زي ما الكباري بتقع هروح اعمل كباري تانية. مبدأ عبد الفتاح السيسي زي ما قال قبل كده في الخطاب بتاع الاسبوع اللي فات، انا بعمل دولة تانية، دولة تانية، يبقى هدوس بالبيادة وهمسح بالاستيكة على الدولة القديمة اللي هي بلدنا، سواء كانت ناجحة او فاشلة. مدينة الانتاج الاعلامي على الرغم من الخسائر اللي بتحققها، الا انها تمتلك المقومات ان تقدم اعلام قوي، تمتلك المقومات ان تقدم اعلام مهني ينحاز للمواطن، لكن اللي شغالين فيها عايزينها تفضل تنحاز للسلطة او النظام.